يا ماما عوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما ايوه ما تزوقيني يا ماما عوام يا ماما عايزي حياخدني بالسلامه يا ماما شمه شمه يا ماما الناس بترقص علشاني حاسه حاسه يا ماما كبرت قوي وداني ايوه يلا كمان ايوه اهو 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 وفيها هو انت ما تعرفيش يا اختي لا ما اعرفش يا اختي احنا بقينا هازبنت اند واي خلاص ربنا سأل حاحا عشان يسترني الكلام ده صحيح يا حاحا اتجوزت رقاصه اسمها فنانه استعراضيه ربنا يخليك ليا يا حاحا لعلمك انا ست في امتحانات فرقه رضا بصي بقى حلاوة شمسينا قلنا حلاوة شمسينا قلنا تشيك 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 من يومك وعندك ميول تبقى وراني قصدك ايه يا بنت بتدي اتلمي احسن لك ده انا اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله كده طب تعالي بقى لما طعمي بمناسبه الزفاف السعيده سمعوني يا سلام خلي السلاح صاحي خلي السلاح صاحي 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 حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي مساء الخير يا عمي خير هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم في يا عمي مالك ايه المقابله الكولد دي انا كنت جاي لك عايز اكلمك في موضوع خطير مش انت كبير عيله برضه كبير ايه اسكتي مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل بقول لك يا بنت من الاخر كده انا راجل سافر ومنحط ودول وروح يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقه حقيقي يلا الله ما توسع مراحك شويه يا عمي بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه يا بخته عقبال يا اختي ان شاء الله بقول لك نسوان ويا ريت اي نسوان دي البت ميسر رقاصه وبيقول انه متجوزها بس انا مش داخل دماغي الكلام ده انا حاسه انه بيقرطصني عقبال ما ربنا يكرمني وارتزق انا راقر يلا يا بنتي مع السلامه يا عمي يلا مع السلامه بقى يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هره تاني انا مسافر في فيتنام ومش عارف ظروفي يا عمي ماشي بقول لك ايه اخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه دي تمثيليه عشان نغيظها بيها ماشي ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجمله الجمايل يا اختي تنيل انت بتوريني ايه ما كل ده انا دايسه قبل كده ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره صغيره مش كفايه انك دخلتيه لا يا اخويا احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده بس ما اتفقناش تعذبني ده في النمل بيمشي في عروقي بصي النمل بيمشي ازاي ده ايه المره المنمله دي بقول لك ايه يا مايسه انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني حرام يا بنت الناس انا عايزه اتلم بقى طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه وتبقى عامه طبعا يا خالتي ساميه مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده ضميري ما يسمحش هو حاحا اخويا صحيح بس احنا ولايه زي بعض طب مستنياك يا خالتي بالسلامه يا حبيبتي تكر وانت جايه ايوه يا باشا عايزه ابلغ عن قضيه دعارة بس بقى طب بتوريني مكان التطعيم بس انت نايمه مع واحد عنده كوليرا مش عايزه اشوف حاجه تانية اغزي الشيطان بقى الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايده بجسمي الهي تولع انت وهو في يوم واحد طب تولعني بقى بوسه لقطني بوسه لقطها يا حبيبي لقطها يا عينيا ببوسه وطفيها طفيها عشان اولع فيه طول الشهر اولع عليه دلو نفسي ما تعالي
بس حاجه استني. اوعى يا بنت. هقول لك حاجه يا بنت استني. ايه عايز تضحك عليا بحكايه المواتير دي تاني؟ ما في ايه يا بنت؟ مفيش يما، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا سامي يا صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحده زي دي؟ مال ايدي يا روح امك وحياه امي لا نورياك. انا هوطي عليك بلطجيه مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي يا ناس، اشهدوا الراجل الذكر ما عملش حاجه ليك الدخله، ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت قطه. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقه كلها وقالت عليا قطه. الزوجه الاصيله ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطه. استنى سامية وحات ابوك ورحبه امك بحسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية استنى سامي حولي كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاها؟ اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ يا سعادة البيه ارجوك تفهمني، دي كانت جلسة علاج طبيعي. الست انشراح دي ست شريفة جدا. مين انشراح؟ الست اللي كانت هتعمل لي الجلسة. طب وشرفك يا سعادة البيه؟ انا ما لمستها، انا ما انكرش ان كنت ناوي انه ما حصلش، فهل القانون يحاسب على النية؟ الكلام ده يا استاذ تقوله في النيابة. انت متقدم بلاغ ضدك انك بتستغل شقتك للافعال الحرام. ياه، هو فين الحرام ده يا سعادة البيه؟ ده انا عشت احلم بالكلمه دي كتير. صدق يا سعاده البيه، انا عمري ما شفت الحرام، حتى الفيلم نفسه عمري ما كملته. بلاش اسالوا شراحه ويدلكوا. شراح؟ يا فين شراح؟ اعملوا معروف يا سعاده البيه، اوعوا تبهدلوها ولا تعروها. كويس قوي انك سترتها بالسجاده، اصلا ما بتحبش تكشف على حد. الهي السرعه مع الدنيا واخر. طب يلا اخويا. ايه ده؟ انتوا هتاخدوا السجاده دي معاكم؟ اكيد اكيد. ايه؟ قلعوها ان شاء الله تولع، دي سجاده غاليه. معقول يا فندم؟ معقول سجاده من ايران الف فيها واحده من بولاق؟ هاتوه. حبيبي كتير عايز اكلمه، عايز اقول له كلام يهديه ويفهمه. فهمه علمه مغرور وعايش في الدنيا مرنا. كلمني لمني اورني رنا يا خليل قلب، انا لك على طول وبقبر الحب انا بيك مشغول. للأيام وهي تعلمه، علمه تفهمه، بلاش غرورك كده يا أحلى بوتة. كلمني لمني لمني يا كوتة كوتة، بلاش غرورك
هسيبه للأيام.